فينا هيك. كان نفسي بحفلة، كان نفسي بفرح عرس، كان نفسي أعزم أكون أنا وأصحابي، أنا وقرايبي، أنا ولاد عمي، أنا والحتة، أو زي أي واحد والحمد لله. هذه أول فرحتنا، أول فرحة تخش بيتنا، والحمد لله يعني كان نصيبها هيك. كان حلمي إنه نعمل لها أحلى فرح، أحلى حاجة في الدنيا. يعني في أحلام كتير كنت أنا وياها نقعد ونخطط لها، وبدي أعمل وبدي أسوي، وجهزنا هالجهاز وفرحت عليه، وراح كله راح بالقصف. يعني كل ما تتذكر شغلة بتقعد تعيط، بقولها لا يا ما تعيطيش، كله بيجي هذا المال معوض. افرحي يعني هينا كلنا حواليك. واحنا نبسطها ما حسسهاش، لانه هذا حقها. يعني كل بنت لازم تفرح وتحس في الفرحه، والله يعني قدر ربنا الحمد لله. وين في خيمه وعند الحدود ولا عمرنا كنا نحلم. بس انا لما شفته اتصاب والله نجاه من الموت، قلنا يعني بدنا نيجي على حالنا شويه. صح احنا ما مش مستعجلين على الجيزه، بس انه حقه انه يفرح الثاني. Thank you.